وزراء خارجية السودان وإثيوبيا ومصر يتفقون على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة بحلول 15 يناير. قمة ثلاثية بين الخرطوم وجوبا وكمبالا في أوغندا بشأن اتفاقية سلام جنوب السودان. الحكومة تتهم عناصر من الثورة المضادة بالتسبب في ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من السودان اليوم على قناة طيبة، والتي تضم إلى جانب نشرة الأخبار موجزا اقتصاديا مع الزميل مصطفى الزواوي. أهلا بكم في أخبارنا الاقتصادية. وزير الصناعة والتجارة يؤكد اهتمام الحكومة الانتقالية بالصادرات السودانية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات السودانية. وكذلك تضم موجزا رياضيا مع زميل مصطفى بكري. وفي الأخبار الرياضية، اتحاد كرة القدم السوداني يجدد تأكيده بشأن موعد مباراة المريخ والهلال في قمة مباريات الأسبوع 9 من منافسة الدوري الممتاز. وهناك جولة في دارفور الكبرى لنتابع حركها المختلف، ومنها وقف إجراءات تسجيل الأراضي في مناطق النزاعات في شمال دارفور. وعبر قضية اليوم نتابع إطلاق السودان أول قمر اصطناعي والفوائد المرجوة من هذا المشروع. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اتهم وزير المالية إبراهيم البدوي عناصر من الثورة المضادة بالتسبب في ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية عبر زيادة الطلب على مشتريات الدولار والعملات الأجنبية. وقال البدوي في تصريحات صحفية عقب مشاركته في منبر شركاء السودان الدوليين إن هناك عملا تقوم به الثورة المضادة في مشتريات الدولار والعملات الأجنبية بوتيرة عالية ومتسارعة، وأضاف أن هذه العمليات مرصودة وسيتم التعامل معها بجانب الأسباب الاقتصادية الأخرى. وعزى البدوي السبب الاقتصادي لارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه إلى التمويل التضخمي لبنك السودان لشراء وتأمين السلع الاستراتيجية من الخارج عبر شراء الذهب بموارد غير حقيقية، موضحا أن الطريقة المتبعة منذ النظام السابق غير مستدامة وغير مرغوبة. ولفت إلى سعي الحكومة الانتقالية لقطع هذه القناة التي تؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني وإشعال التضخم الانفجاري الذي يؤثر في حياة الناس ومعاشهم. وكشف وزير المالية عن سعي الخرطوم للحصول على دعم مباشر للموازنة القادمة أو قرض ميسر من أجل توفير السلع الاستراتيجية وإغلاق هذه القناة التي تتسبب في انخفاض قيمة الجنيه السوداني تجنبا للحاجة للتمويل التضخمي. وأعلن أن موازنة العام المقبل ستعمل على مراجعة وتعديل منظومة الأجور للعاملين بالدولة في ظل الضعف الكبير الذي أصاب القوى الشرائية نتيجة لارتفاع معدلة التضخم. هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من المهتمين والمواطنين بشأن ما أنجزته حكومة حمدوك في مجال محاصرة العملة وتدفق النقد في المصارف. لا زالت هناك بوادر أزمات في الوقود من حين إلى آخر. هناك حديث متجزئ لوزير المالية عن احتمال تتجه الحكومة لرفع الدعم عن بعض الأشياء، برغم التأكيدات بأنه ما في رفع للدعم، ولكن مقابلاته مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالولايات المتحدة تحدثت صراحة عن أن الحكومة ينبغي أن ترفع الدعم عن العديد من السلع. ده جزء من التعقيدات الداخلية عشان الاقتصاد حقنا يتعافى ونضع حلول حتى للأزمات المستعجلة، لأن هنالك أزمة طاحنة وأتعبت وأرهقت المواطن، متعلقة بالمواصلات، متعلقة بالزيادة في السلع يومية ومزعجة، متعلقة بتدهور العملة والعملة الوطنية. دي كلها لا يمكن أن يكون مقدور عليها إلا من خلال رؤية سياسية اقتصادية موحدة تنعكس على الواقع الاقتصادي بتاع البلد. شرعت الحكومة مؤخرا في إيجاد معالجات حقيقية للأزمات الاقتصادية الراهنة، ووضعت جدولا محددة لمعالجة هذه الأزمات، وقررت بأن هذه الأزمات يعني
قد حلها قد تطول لفترات طويلة، لكن يعني أكدت أنها سوف تبدأ في وضع برامج لإيجاد حلول عاجلة، وشخصت الإشكاليات في الأزمات الراهنة كأزمة التصاعد المستمر لسعر الصرف. شهدت مدينتا أم درمان في حيي العباسية والثورة الحارة الخامسة والخرطوم حي بر احتجاجات ليلية إبان إعلان وفاة نزار النعيم فرج الله أحد أفراد الشرطة الذي كان يحكم عسكريا بتهمة انحيازه للمتظاهرين في حركة ديسمبر المقتلع للنظام السابق، بينما وفته المنية إثر تدهور حالته الصحية حيث كان يستشفي بالقاهرة. ويذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلا صوتيا للفقيد وهو يعتذر عن المشاركة بالوقفة الاحتجاجية المناهضة لمحاكمته في 20 أكتوبر الماضي، مناشدا الرأي العام استكمال الضغط على المحكمة لنجاحه في تأجيل جلساته عدة مرات مسبقا، مشيرا لتحذير تحالف المحامين الديمقراطيين بعدم حضوره الجلسات منعا لاعتقاله، مفيدا بامتلاكه أدلة ومعلومات حول تورط نظاميين كبار في مقتل عبد العظيم ومحمود وإصابة العديدين من ضحايا الشارع 40 بأم درمان في أحداث ديسمبر الماضي. هذا وانتشر كذلك مقطع مصور لإفادة أحد أفراد أسرة الفقيد موضحا ضرورة انتظار وصول الجثمان لتشريحه ومعرفة سبب الوفاة وسط دعوات لجان مقاومة العباسية للمحتجين بالتزام الهدوء. تحديات جسام تواجه حكومة حمدوك خاصة فيما يلي توفير الخدمات وحل الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطن. وعادت الحرائق تشتعل في الطرقات، وعادت المتاريس تقطع الشوارع على السيارات وتعطل حركة المواطنين سواء العائدين إلى منازلهم أو المغادرين لتأدية مصالحهم بما في ذلك المرضى ممن يتطلعون إلى تلقي الخدمات العلاجية. هكذا بدت بعض الشوارع في العاصمة الخرطوم خلال اليومين الماضيين من خلال تظاهرات مسائية وليلية احتجاجا على وفاة الشرطي نزار النعيم فرج الله الذي توفي في القاهرة، وتتهم لجان المقاومة جهات وراء تعذيبه حتى الموت. الاحتجاجات حق مشروع بالقانون وحرية كفلها الدستور، وقد كانت ثورة ديسمبر المجيدة ثمرة ناضجة لهذه الممارسة التي ضرب بها الشعب السوداني المثل في سلميتها التي قاومت كل أنواع القمع التي انتهجتها أجهزة النظام السابق، فنجحت السلمية في إسقاط الأسلحة القمعية، فما بال الثوار أنفسهم يحيدون عن الدرب وينتهجون أساليب غير مشروعة بالقانون والدستور للتعبير الرافض والاحتجاج عن سلوك أو ممارسة مهما كانت. إن نار ثورة ديسمبر المجيدة ستظل مشتعلة في النفوس تعطي العظات والدروس، وتؤكد في الوقت نفسه عظمة الشعب السوداني الذي منفك يعلم الشعوب معنى الإرادة والإخلاص ببذوغ فجر الخلاص الذي هزم الليل وراح البلاد من تطاول ظلمة الفساد والاستبداد. إن هذه المضامين ينبغي أن تكون حاضرة في كل الخطى، لا بد من إعمال الوعي في التعاطي مع المواقف بعيدا عن العواطف، ولا بد من توفيت الفرصة على كل المتربصين بالثورة وعلى كل من يحاول شيطنتها من أجل تهيئة المشهد لثورة مضادة تعيد سيناريوهات ماثلة حاليا في دول مجاورة تعاني من الفوضى وزعزعة الاستقرار بعد أن استجارت من الرمضاء بالنار.
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس بيانا بشأن المحادثات حول سد النهضة، أكدت فيها أن وزراء خارجية السودان وإثيوبيا ومصر يعملون على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 من يناير 2020، وأنه حال عدم التوصل لاتفاق في الموعد المتفق عليه يتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015. وذكر بيان الخزانة الأمريكية أن وزراء خارجية السودان وإثيوبيا ومصر وافقوا على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه، كما أنهم وافقوا على حضور البنك الدولي والولايات المتحدة لاجتماعات بصفة مراقب. وشدد وزراء الخارجية على التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام وذي منفعة متبادلة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وإنشاء آلية واضحة للوفاء بهذا الالتزام وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015. واتفق الوزراء كذلك على عقد اجتماعين في العاصمة الأمريكية واشنطن في 9 من ديسمبر والثالث عشر من يناير المقبلين لتقييم ودعم التقدم. ووفقا لبيان الخزانة، أكد وزراء السودان وإثيوبيا ومصر مجددا أهمية النيل لتنمية شعوب السودان وإثيوبيا ومصر وأهمية التعاون عبر الحدود ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق. بدأت اليوم الخميس اجتماعات القمة الثلاثية التي تجمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت بجانب الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني في العاصمة اليوغندية كامبالا. وقال السكرتير الصحفي لرئاسة الجمهورية تينغ ويك تينغ في تصريحات صحفية إن الاجتماع سيناقش مستقبل اتفاقية السلام المنشطة في جنوب السودان بجانب تكوين الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد في 12 من نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن مخرجات قمة عنتبي سترفع لاجتماعات الإيجاد التي من المتوقع أن تنطلق اليوم بأديس أبابا. وأضاف تينغ أن الرئيس كير سيجتمع مع رئيس المعارضة المسلحة رياك ماشار في اجتماع منفرد لمناقشة سير اتفاقية السلام. من جانبه قال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالحركة الشعبية في المعارضة فوك بوث بالوانغ إن رئيس الحركة ريك ماشار غادر أمس إلى كامبالا ليلتقي كير. حددت مفوضية السلام العام 2022 موعدا لخلو البلاد من النازحين عقب تنفيذ جميع متطلبات السلام. وقال رئيس المفوضية سليمان الدبلو لدى مخاطبته منبر شركاء السودان الدوليين إن مفوضية السلام ستعمل على تنفيذ توصيات السلام كافة مع حركات النزاع السودانية، وشدد على أن المفوضية تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف سواء في الحكومة الانتقالية أو في الحركات المسلحة. ورهن الدبلو نجاح عملية بناء السلام بالإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية قائلا إن التنمية هي أساس السلام وهي التي تجنب البلاد الانتكاس والعودة مرة أخرى إلى مربع الحرب. أشاد حزب التحرير والعدالة القومي بنتائج اتفاق جوبا في مجال السلام بين أطراف التفاوض. ودعا الناطق الرسمي باسم الحزب أحمد فضل عبد الله إلى ضرورة شمول ملف السلام لكل الأطراف والموضوعات ليكون سلاما شاملا مستداما، مشيرا إلى أن المناخ مهيئ لإحداث اختراق في هذا الملف، مؤكدا دعم حزبه لجهود كل الأطراف الساعية لتحقيق السلام في البلاد. ودعا فضل الحكومة الانتقالية إلى الاهتمام بالملف الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بمعاش الناس والمواصلات، لافتا إلى أن دعم الناس للحكومة دائما ما يكون مربوطا بتحسن الأوضاع المعيشية. طلب حزب الأمة القومي بإشراكه في عملية التفاوض المقبلة بين الحركات والمجلس السيادي، مبينا أن الحزب ليست لديه أي مطامع في السلطة والثروة. وقال نائب رئيس الحزب اللواء فضل الله بورما ناصر في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن الحزب قام في السابق بالتحالف مع الحركات من أجل السلام ونزع إعلان نبذ الحروبات.
مشددا على أهمية أن يدرك الجميع وجود جهات لديها الدور الأساس في عملية السلام، وأن تجاوزها لن يحقق أي سلام بالبلاد، مؤكدا دعم الحزب لمجهودات السلام، معربا عن أمنياته بأن تعمل جميع الأطراف بجدية وأن يوضع السلام في مقدمة القضايا بمشاركة القوى السياسية وأهل المناطق المتأثرين من الحروب للوصول لنزع البندقية بالداخل والخارج وتسليمها والابتعاد عن الاتفاقيات الثنائية. يتوجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى العاصمة البلجيكية بروكسل الأحد المقبل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة استجابة لدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني. وينتظر أن يتم خلال الزيارة بحث آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التغيرات التي حدثت في البلاد عقب ثورة ديسمبر. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي أن الهدف من الدعوة هو التعرف على الوضع الحالي، الانتقال الديمقراطي في السودان، وإظهار الدعم السياسي للحكومة الانتقالية، وتحديد أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبي لهذه العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة على حد تعبيرها. أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار مرض الكوليرا في السودان حقيقي إذا لم تتم إدارة الأمر بشكل صحيح، وحذرت من عواقب وخيمة حال وصول خطر المرض إلى ولاية الخرطوم التي تضم أكثر من 8 ملايين نسمة. وقالت ممثلة المنظمة في السودان نعيم الجسير في بيان صحفي إن نظام الصحة العامة يتأثر في البلاد بالأزمة الاقتصادية والفيضانات الأخيرة والتفشي المستمر للأمراض المعدية. وأوضح البيان أنه بناء على طلب وزير الصحة أكرم التوم، تعمل المنظمة عن كثب مع الشركاء الصحيين والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المعرضة للخطر لمنع وصول الكوليرا إلى ولاية الخرطوم، ولضمان التعرف بسرعة على الحالات المشتبه بها والاستجابة لها، وحتى يمكن للمواطنين حماية أنفسهم بشكل فعال من الإصابة. وأشارت الجسير إلى أن وزارة الصحة السودانية أبلغت عن 332 حالة كوليرا لمشتبه بهم تتركز في ولايتي النيل الأزرق وسنار. ولفتت إلى أنه تم إجراء خرائط أولية للمخاطر في ولاية الخرطوم لتحديد المناطق التي يحتمل أن تكون أكثر عرضة لخطر تفشي المرض. تحديات جسام تواجه حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، خاصة فيما يلي توفير الخدمات وحل الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطن. إقرار وزارة المالية بوجود الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد أمر أكدته تصريحات وزير المالية إبراهيم البدوي عقب مشاركته في منبر شركاء السودان الدوليين، الذي قال إن الحكومة الانتقالية تدرك إدراكا كاملا وجود أزمة معيشية مستفحلة يعيشها الشعب السوداني، وأرجع أسبابها إلى سوء إدارة الاقتصاد خلال 30 عاما الماضية، مؤكدا مضي الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتجاوز هذه الأزمة وإيجاد الحلول الناجعة لها في القريب العاجل. على المدى القصير طبعا هناك مساعي كبيرة لمعالجة أزمة المواصلات في العاصمة، وأيضا أزمة الخبز في العاصمة والمدن الكبرى، ونحن نتطلع إن شاء الله إلى أن نعمل نغلة نوعية في الانتقال من الدعم السلعي إلى دعم أوسع وأكبر لكل المواطنين. وفي الأثناء انتقد البعض سياسة الحكومة في طريقة التعامل مع القضايا الاقتصادية بالحزم المطلوب، خاصة فيما يتعلق برقابة الأسواق والتحكم في إدارة السلع الأساسية، بجانب العمل على محاصرة تدهور الجنيه السوداني.
وكانت الحكومة خلال الفترة الماضية قد وضعت العديد من الخطط والبرامج الإزعافية لتخطي عقبة الأزمة الاقتصادية، خاصة في الجوانب النقدية، من خلال توفر السيولة في البنوك التجارية والعمل على معالجة أزمة المواصلات التي تعاني منها العاصمة الخرطوم. ونتحول بموضوعات جولة السودان اليوم إلى ملف دارفور. وجه ولي شمال دارفور اللواء مالك الطيب خوجلي بوقف إجراءات تسجيل الأراضي بمناطق النزاعات بالولاية حتى يتم الفصل فيها. ودعا الوالي في هذا الخصوص الإدارات الأهلية إلى مواصلة الاطلاع بدورها التاريخي في المحافظة على العلاقات الاجتماعية والمساهمة بفاعلية في معالجة قضايا الأرض. وأكد الوالي حق النازحين واللاجئين الذين شردتهم الحرب من ديارهم في العودة الآمنة إلى تلك الديار وإعمارها والعيش فيها بسلام. ووجه في هذا الخصوص إدارة تسجيلات الأراضي والسلطات الأخرى المختصة بضرورة تخفيض رسوم تسجيل الأراضي إلى القدر المعقول الذي يمكن المزارعين من تسجيل وتقنين أراضيهم الزراعية. أعلن ديوان الزكاة بولاية جنوب دارفور تبنيه حفر عدد 9 آبار مياه غاطسة لحل مشكلة مياه الشرب في عدد من محليات الولاية، من بينها 3 آبار خاصة بمحلية عد الفرسان. وتعهد مدير الديوان يحيى جمراوي خلال مخاطبة احتفال الديوان بتكريم مكتب محلية عد الفرسان والإدارة الأهلية لتميزهما في الأداء الزكوي، تعهد بصيانة مساجد مدينة عد الفرسان وتمويل أي مشروعات كبيرة تصب في مصلحة إنسان المحلية. من جانبه قال المدير التنفيذي لمحلية عد الفرسان آدم عثمان زيادة إن التميز الذي حققه مكتب الزكاة بالمحلية جاء بفضل تكامل الأدوار بين حكومة المحلية والديوان والإدارة الأهلية، مؤكدا أن التحدي أمام المحلية هو المحافظة على هذا التميز. تعهد المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد بولاية شرق دارفور أحمد بكار جمال بتوفير الالتزامات كافة للشركات العاملة في مشروعات التنمية في الولاية. وكشف جمال الدين عن زيادة موازنة الولاية المقبلة بنسبة تتجاوز 100%، مؤكدا أن زيادة الموازنة لن تتم على حساب المواطن بفرض رسوم جديدة على الخدمات، معلنا التزامهم التوسع في المواعين الإيرادية باستنباط موارد جديدة لا تؤثر في المواطن بالولاية، مؤكدا في الوقت ذاته استقرار الخدمات بولاية شرق دارفور وعدم وجود أزمة وقود أو دقيق بالولاية. والسودان اليوم متواصل معكم من قناة طيبة وفيه بعد الفاصل. وزارة الزراعة تتجه لمراجعة رأس مال البنك الزراعي لمعالجة مشكلة التمويل. أهلا بكم مجددا، وننتقل في المساحة التالية من جولة السودان اليوم إلى طائفة من الأخبار الاقتصادية مع الزميل مصطفى الزواوي. مرحبا مصطفى. مرحبا رويا، مساء الخير عليك. أهلا بكم سادتي المشاهدون، المساحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي اللواء الركن إبراهيم جابر حرص الحكومة على دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بما يمكنه من القيام بدوره المطلوب في دفع عجلة الاقتصاد القومي. واطلع لدى لقائه في مكتبه في القصر الجمهوري وفد غرفة عمليات تطوير صادر الماشية على أداء اللجنة والجهود التي تبذلها لدرء آثار قرار إيقاف صادرات الماشية وتحقيق المصلحة العليا للبلاد. وأوضح رئيس الغرفة دكتور خالد المقبول في تصريح صحفي أن الغرفة تم تشكيلها إثر قرار إيقاف أو قرار إيقاف صادرات المواشي، وقامت بتشكيل لجنة طوارئ من كبار المنتجين والمصدرين بهدف حرص حصر الأضرار الناجمة عن القرار وجبر الأضرار للمتأثرين.
مشيرا إلى أن رئيس اللجنة القانونية بالغرفة سيصدر مذكرة قانونية في هذا الشأن. هذه الغرفة الوليدة التي تكونت إثر تداعيات قرار إيقاف صادرات المواشي تكونت من أصحاب المصلحة على طول سلسلة القيمة، جاء المنتجون وجاء المصدرون وجاء التجارة الماشية وجاء كل من يعمل في هذا الغطاء الكبير الهم. بدأنا سلسلة تحركات وتكونت لجنة طوارئ لها أهداف محددة، هي أن تحصر الضرر والأضرار والمتضررين وتجبر الضرر، وفي نفس الوقت تقوم هذه اللجنة بمساعدة الدولة في الخروج من هذا النفق المظلم اللي احنا فيه والتسريع بهذه الخطوات، وبما لدينا من خبرات سابقة في معالجة مشاكل شبيهة بهذه المشكلة، وكذلك من ضمن مهامنا أيضا تطوير هذا القطاع في المستقبل وإعادة تنظيمه وترتيبه بما يحقق المصلحة العليا للبلاد. أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني اهتمام الحكومة الانتقالية بالصادرات السودانية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات السودانية، وأشار الوزير لدى مخاطبته اليوم ورشة الصادرات السودانية رؤية مستقبلية متجددة في برج اتحاد الغرف التجارية، أشار إلى أن دمج وزارة الصناعة والتجارة بهدف الاستفادة من القيمة المضافة للصادرات السودانية، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول اتجهت مثل هذا النهج ساعدها في الاستفادة من القيمة المضافة لمنتجاتها، داعيا القطاع الخاص السوداني للدخول في استثمارات تعزز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، واستعرض التحديات التي صاحبت النظام السابق في عدم الاستفادة من الصادرات السودانية بجانب اعتماده على العائدات النفطية مما كان له الأثر المباشر على الاقتصاد السوداني، بالإضافة إلى الفساد والجبايات التي أثرت في النشاط الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أهمية الحكومة والمحاسبة في النشاط الاقتصادي لتعظيم الفائدة على المواطن. كشف وزير التجارة والموارد الطبيعية عثمان شريف عن مشكلات تواجه التمويل الزراعي، وأعلن وزير الزراعة لدى افتتاحية المعرض الزراعي التقني مراجعة رأس مال البنك الزراعي لمعالجة مشكلة التمويل التي يعاني منها المزارعون، كاشفا عن إنشاء جمعيات تعاونية بكل الولايات وإنشاء صندوق لدعم الإنتاج، ودعا الوزير إلى قيام شراكات تكاملية مع القطاع الخاص لدعم المنتجين في زيادة الإنتاج والإنتاجية. كشف رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس عن وجود معوقات تستهدف القطاع وتعطل من انسياب الحبوب الزيتية للأسواق الخارجية، وقال محمد عباس خلال تصريحات صحفية إن هناك آلاف الأطنان من صادر الأنباز قيمتها تقدر بملايين أو بملايين الدولارات مكدسة بميناء بورسودان بسبب تعثر إجراءاتها من قبل المواصفات، رغم تقديمهم مستندات رسمية فيما يختص بصادر الفول السوداني للصين، إلا أنهم واجهوا تعنتا من إدارة المواصفات، مشيرا إلى أن الشعبة ستطرح أمر تعطل حركة الصادر لوزير الصناعة والتجارة. سادة المشاهدون، انتهت المساحة الاقتصادية، كثير الشكر، وانتقلوا مرة أخرى للزميل الربيان. شكرا جزيلا مصطفى، ومن مصطفى الزواوي إلى مصطفى بكري والأخبار الرياضية. مرحبا مصطفى. مرحبا رويان، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه طائفة من الأخبار الرياضية. جدد اتحاد كرة القدم السوداني تأكيده بشأن موعد مباراة المريخ والهلال في قمة مباريات الأسبوع التاسع من منافسة الدوري الممتاز. وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الفاتح بانه في تصريحات صحفية إن مباراة الهلال والمريخ في الممتاز قائمة في موعدها في 23 من الشهر الجاري، وأشار إلى أنهم لم يتلقوا أي خطاب من الناديين لتأجيل المباراة. أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السوداني قرارا بإيقاف لاعب المريخ منجد النيل، وذلك لأربع مباريات في الدوري الممتاز،
وجاءت عقوبة حارس المريخ منجد على خلفية ما بدر منه في لقاء فريقه بالوادي نيالا في مسابقة الدوري الممتاز واحتجاجه على قرارات الحكم. وكان حكم المباراة قد أشهر البطاقة الحمراء لمنجد النيل بعد مشادة كلامية معه عقب نهاية اللقاء. هذا ولم يصدر فريق المريخ أي تعليق رسمي بشأن العقوبة. تضاربت الأنباء حول مصير مهاجم المريخ اللاعب محمد عبد الرحمن الشهير بالغربال الذي انتهى عقده مع نادي المريخ، حيث أكدت تقارير صحفية أن اللاعب لديه عروض خارجية، فيما أشارت بعض المصادر الصحفية إلى أن اللاعب تلقى عرضا رسميا من نادي الهلال. وكانت رابطة مشجعي الهلال بقطر قد فاجأت لاعب المريخ محمد عبد الرحمن وقدمت له عرضا للعودة إلى نادي الهلال مرة أخرى، حيث أكد مقربون من اللاعب أنه أبدى تحفظاته على العرض الهلالي وفي انتظار التقييم المناسب من نادي المريخ. انتهت الأخبار الرياضية، أعود لك مجددا الرويال لمواصلة موضوعات السودان اليوم. شكرا جزيلا مصطفى، ونتحول بكم الآن مشاهدينا إلى قضية اليوم. أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن الصين أطلقت مؤخرا قمرا اصطناعيا هو الأول على الإطلاق الذي يمتلكه السودان، ويرمي لتطوير معارف البلاد العسكرية والاقتصادية والفضائية. وأوضح الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان أن القمر الاصطناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة الفضائية لاكتشاف الموارد الطبيعية والخدمة العسكرية بالبلاد. وأضاف الفكي أن القمر أطلق بالتعاون مع الصين وسيدار من قبل السودان في غضون أشهر وفقا لفرانس بريس، ولم يوضح المتحدث متى أو من أين تحديدا تم إطلاق القمر، مكتفيا بالإشارة إلى أن الخرطوم تعتزم إطلاق إصدار أحدث من هذا القمر في غضون عامين. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم البروفيسور مؤتمن ميراني الخبير بمركز أبحاث الفضاء. مرحبا بك بروف مؤتمن، وبداية استراتيجية، لماذا تتسابق دول في إطلاق أقمار اصطناعية؟ مرحبا بكم في قناة طيبة، ونشكركم على هذه الفرصة عشان نشرح للناس أهمية القمر الصناعي اللي تم إطلاقه يوم الأحد بحمد الله وفضله. طبعا التقنية بتاعت الأقمار الصناعية مفيدة جدا، يعني بتقلل من التكلفة، غير ما إنه الناس عكس ما يفهموا إنه هي تكلفتها كبيرة. هي يمكن التكلفة الأولية قد تكون نسبيا عالية، لكن بعد ذلك بتوفر قدر كبير من التكلفة، لأنه الناس عادة بيشتروا الصورة الفضائية من جهات أخرى، فلما تكون على مر الزمن حتلقى انه التكلفه كبيره جدا في الصوره الفضائيه. لكن لما يكون عندك قمر صناعي خاص بك انت، هو المساله متيسره لك، فاي وقت تحتاج لاي صور انت تستخدم القمر الخاص بك. بالنسبه للسودان والحاله السودانيه، ما هي الاهداف المرجوه عاجلا واجلا؟ نعم، طبعا من اهم الاشياء هو بيساهم في التنميه، يعني كل المجالات التنمية سواء كان الزراعة ولا الرعي ولا حتى الهندسية من حيث الطرق والكباري وغيره، دي حاليا بتحتاج ان يكون متوفر لك صور وخرائط تقدر تساعدك اول في التخطيط، وثانيا بعد ذلك في مراقبة التطور اللي حاصل. يعني مثلا نضرب مثال، مثلا الصحراء، الفيضانات اللي ممكن تحصل، الموضوع الهجرة عبر الحدود، التخطيط بتاع المدن، المسألة تحت التعدين. فبتلقى انه كل هذه الاشياء حاليا بقت تستخدم التقنيات الفضائية وبتوفر لها معلومات بصورة سريعة ومعلومات كبيرة. زمان عشان تحصل عليها بياخذ زمن عشان يقدر
يعمل إحصاءات ويتحصل على معلومات مفيدة. هسه يمكن من صورة واحدة بتاع القمر الصناعي أنا ممكن أطلع كم هائل من المعلومات يستفيد منه كثير من المهندسين والعلماء والباحثين وحتى الجهات الإدارية والحكومية. نعم، إضافة إلى الفوائد الاقتصادية، هل هنالك فوائد عسكرية من هذا القمر الاصطناعي السوداني أيضا فيما يخص القنوات الفضائية السودانية؟ إلى أي مدى يمكن أن تستفيد من إطلاق هذا القمر؟ نعم، هو طبعا أحب أوضح أنه هو القمر ده ما قمر اتصالات، يعني بالنسبة للقنوات الفضائية والتلفزيون ديك أغمار أخرى، يعني ديك أغمار ذات الطبيعة مختلفة اللي هي أغمار الاتصالات زي نايلسات وعربسات، الطبيعة بتاعتها مختلفة حتى التركيبة والارتفاع بتاعها مختلف. لكن احنا هنا عن قمر الاستجعار من بعد، ده بيستخدم عشان انت يديك معلومات عن طبيعة الأرض، يعني انت بتصور الأرض من ارتفاع عالي 500 كيلومتر، فبتكون متاحة لك كل المعلومات. بعد ذلك انت بتجي تحللها، طبعا الصورة بتكون غنية جدا من المعلومات، يحتاج بعد ذلك شغل ثاني، يجي الناس المحللين باستخدام برمجيات خاصة بتاع الحاسوب بيقدروا يطلعوا المعلومات من هذه الصور. لكن الاتصالات لا، الاتصالات تستخدم أغمار ذات طبيعة مختلفة عن هذا القمر. نعم، بالنسبة إلى دولة الصين، كان يعتقد الناس أن الاتجاه سيكون غربا، لكن بالنسبة إلى الصين إلى أي مدى هي ضليعة في مثل هكذا مجالات؟ والله رغم أن الصين هي بدأت متأخرة مقارنة بدول غربية أخرى، لكن بسرعة كبيرة الصين في ظرف وجيز جدا قدرت تنافس الدول الأقدم منها. يعني حاليا الصين عندها أغمار خاصة بها وتطلق أغمار لدول ثانية كثيرة، ويمكن كمان الصين متميزة أنها بتحاول تعمل لها محطة فضائية خاصة بها. احنا عارفين في اسم المحطة الفضائية الدولية اللي مشتركين فيها عدد من الدول، أمريكا وروسيا واليابان والاتحاد الأوروبي، لكن الصين انفردت بأنها حتعمل المحطة الفضائية الخاصة بها. فده يوريك أنه مدى الصين، طبعا ما شاء الله لأن الصين بقى عندها يعني تقدم عالي، برضو التنمية العمرانية والمادية الكبيرة اللي حصلت فيها مفترض أنها تصل للفضاء، وبقت من الدول الأولى في مجال الفضاء. شكرا جزيلا البروفيسور مؤتمن ميراني الخبير بمركز أبحاث الفضاء. وموضوعاتنا تكاملت ولم يتبقى لنا إلا التذكير بالعناوين. وزراء خارجية السودان وإثيوبيا ومصر يتفقون على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة بحلول 15 من يناير. قمة ثلاثية بين الخرطوم وجوبا وكمبالا في أوغندا بشأن اتفاقية سلام جنوب السودان. والحكومة تتهم عناصر من الثورة المضادة بالتسبب في ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية. شكرا لكم على كرم المتابعة، دمتم بخير. حياة طيبة.